اقتحام هذا الحي. نحن حي منكوب تماما. ناشدكم بالله يا عرب يا إسلام، حي الربيع العربي. رحلة الموت لم تنتهي في حمص بعد. حي دير بعلبة أو ما يعرف بحي الربيع العربي، على ما يبدو أن الحشد العسكري ينبئ بقصف الحي كما في باب عمرو والخالدية وحمص القديمة. إن أحببت أن تلاعب الموت فشارك هذا الناشط، هو ما قاله ناقل هذا التصوير من قلب أحياء حمص، مدينة مهجورة لا يقطنها إلا جزء من الإنسان الذي لم يستطع مغادرة داره. دمار وقذائف تتهاوى من كل حدب وصوب. القصف 24 ساعة كما ترون الآن، نحن موجودون تحت القصف مصور من أجل أن ننقل الحقيقة إلى العالم أجمع. الله أكبر، الله أكبر، شو الناس تقدر يجرون؟ قذائف مسمارية على حي وادي العرب هو ما كشفه الناشطون مؤخرا، فلم تعد تجدي القذائف العادية نفعا مع جيش النظام، يجب قتل الجميع. ما زال مسطح حي وادي العرب 1/4/2012 يوم اجتماع أصدقاء سوريا. إحدى قذائف الهاون التي لم تنفجر. شكرا لك يا كوفي عنان. بشار الأسد بدأ بتطبيق مبادرتك ووقف إطلاق النار. هنا يحترق السوق الأثري بشكل كامل. طبعا يتواجد الشبيهة على الأسطح، يحتلون الأسطح ويضربون بالقناص على كل شيء يتحرك في الطرقات، إن كان حيوان أو إنسان، كان طفل أو صغير، كل شيء يتحرك في الطرقات بالقناصة شبيهة الأسد. هذا هو الدمار، دمار السوق. مسجد خالد بن الوليد يقصف أيضا هناك في الخالدية. هاي جامع سيدنا خالد يا عالم. وهنا يدمر جامع آل عباس. كما هنا في حي باب تدمر، حيث أدى القصف إلى سقوط مأذنة مسجد القاسمي. طلعوا ضاربينه من قبل أربع خمس قواذف، بس امبارح صاروخ فراغي نزل مدينة الجامع، والمؤذن صاوب بخطير بين الموت والحياة. انظروا يا إسلام، انظروا رب الله، بيت الله صار ينقذف والعالم تحت الأنقاض.